محمد بوجيدا رئيس الجمعية المغربية لقدماء عسكريين وقدماء حلف القوات المساعدة. أسسنا جمعية يوم 28/4/2002، وتأسست هذه الجمعية بحضور رجال السلطة، ودفعنا الأوراق ديال العمالة، ودفعنا الأوراق لمؤسسة الحسن الثاني، وتدرس الملف ديالنا في مؤسسة الحسن الثاني، وصيفطوا لنا الموافقة مؤسسة الحسن الثاني، والموافقة ديال مؤسسة الحسن الثاني كاينة لجنة متكونة من 15 فرد، فيها وزراء، فيها دي كورونيل، فيها دي كورونيل ماجور، ودرسوا ذاك الملف، وصيفطوا لنا الموافقة ديال مؤسسة الحسن الثاني باش نفتحوا المكتب ديالنا. المقرر ديالو رقم 1/2004. مقرر 1/2004 بتاريخ 13/2004. هذا المقرر هذا هي الموافقة ديال مؤسسة الحسن الثاني طالبين لنا السلطات المحلية. طلبوا لنا السلطات المحلية طبقا للمادة 30 الموافقة ديال مؤسسة الحسن الثاني، حنا توفرنا عليها وفي ظرف 48 ساعة كتب لنا قائد الحامية العسكرية العامل ديال بالمشيك باش يسلم لنا الوصل. في ظرف 48 ساعة أو التقلب كتب لي رسالة أخرى قال لي حبسوا ما تعطيهم شيء. اليوم كنحملوا المسؤولية لكل من قائد الحملة العسكرية بالدار البيضاء ومندوب مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية بالدار البيضاء، كنحملوا المسؤولية ديال هذا الوصل هذا والتوقيف ديال هذا الوصل هذا، وكنحملوا المسؤولية لكل من المحاربين بالرباط لأننا راسلناهم عدة مرات هما ما جاوبونا شيء، شدوا الرسائل وما جاوبونا شيء، ماشي مره ماشي جوج. قائد الحمله العسكريه بالضرب دار سنا شد رساله وما جاوبنا شيء. اليوم كنحملوا المسؤوليه على هذا الشيء هذا، وكنوجه هذا النداء الى كل المسؤولين وعلى راسهم جلاله الملك باش يعطي الامر ديالو المطاع الى هاد المسؤولين كلهم على مؤسسه الحسن الثاني وجامع بعد الضباط اللي واقفين في طريقنا، كاين بعض الضباط اللي وقفوا في طريقنا لايقاف هاد الوصل هذا. ورجال القوات المساعده ضحاوا بكل ما غالي عندهم وبصحتهم بحياتهم بدمائهم حق الله الوطن الملك، وضحاوا وحاربوا وجاهدوا في حق هذا البلد العزيز، واليوم كيتحرموا من حق، حق بسيط، واحد الحق بسيط ماشي شي حاجه كثيره، حق بسيط، حق من حقوق الانسان، لان المغرب اليوم بلد الحق والقانون، والمغرب عندنا حق والقانون، وحنا تحرمنا من حق بسيط ماشي شي حاجه كثيره، حق ديال باش ناسسوا جمعيه. باش نوقفوا في عدد، كاين عندنا واحد العدد ديال الناس، هيئه ديال الناس، بزاف الناس معوزين، بزاف الناس مراض، بزاف الناس عندهم خصهم عوين اللي يعاونهم، ما كاينش اللي يوقف جنبهم، ما كاينش اللي يعاونهم. كيموت الراجل في الدرب وكيديروا 10 دراهم 20 درهم باش يجمعوا ليه فلوس باش يغفلوه ويكفلوه. حنا بغينا نديروا هذه الجمعيه ونتكفلوا حنا بداك الشيء. هاد الناس حرموا منا هاد الشيء وحقوا لنا حيدوا لنا هاد الجمعيه هذه ووقفوا في طريقنا بعد الضباط. علاش؟ الله اعلم، حنا ما عرفناش اشنو السبب اللي وقفوا قدامنا ووقفوا لنا في الطريق. واليوم تناشدوا جميع المسؤولين والحكومه المقبله والبرلمانيين المقبلين باش ياخذوا هذا الشيء بعين الاعتبار ويديروا يدنا في يدهم ويتعاونوا معنا ويسلموا لنا الوصل ديالنا وتعاونوا معنا باش نوصلوا هذه الجمعيه باش تباشر الاعمال ديالها. ديال المعاشات اللي كيتقاضاو دابا رجال القوات المساعده بالعموم رجال القوات المساعده المخير فيهم كيشد 1200 درهم، اللي دار 30 عام ولا 31 عام سيرفيس كيشد 1200 درهم. فهمتي؟ اما ناس اخرين كاين اللي كيشدوها 700 درهم 800 درهم الى يومنا هذا، ومدخلين 25 عام 27 عام ديال الخدمه. كاين شي واحد اللي غيخدم 27 عام ديال الخدمه؟ واش تقول الوزير الماليه؟ حنا كنسول الوزير الاول، السيد الوزير الاول، السيد الوزير الماليه، الوزير الداخليه، لان القوات المساعده راه مسؤوله على وزير الداخليه هو الاول، وزير الداخليه هو الاول مسؤول. باش يدخلوا ويشوفوا حق هاد الناس هادو، وهاد الفئه من الناس راهم ضحاوا بعمرهم وضحاوا بحياتهم، ضحاوا بشبابهم، ضحاوا بولادهم، ضحاوا بعدد من الحوايج اللي كاس الناس يديروها هما ما داروها شيء. الاحزاب السياسيه، الاحزاب السياسيه كنوجهوا لهم النداء ديالنا في البرلمان باش يوقفوا جنبنا ويتعاونوا معنا ويعطيونا يد المساعده
وحنا يا رحنا يا تحت احنا جنود مجندين وراء جلالة الملك.